تذكر شرحت المره الماضيه لو عندي هذا السويتش اللي فيه لايت ايميتنج دايود فوتو ترانزستور من هون الاوبتيكال سلوتد سويتش راح احط كرنت ليميتنج ريزيستر بحيث اني اعمل ليميتيشن على الكرنت اللي مار في ال اي دي راح يشتغل ال اي دي راح يسقط الضوء على الترانزستور ما فيش له بيس الترانزستور من هون فالاكتيفيشن راح يكون عن طريق الضوء اللي ساقط عليه هذا راح يشتغل كسويتش اوبن سيركت او شورت سيركت اذا كان في ضوء ساقط عليه راح يصير زي شورت سيركت راح يطلع الاوتبوت 5 فولت اذا كان ما فيش ضوء ساقط عليه كان في انتربشن للضوء ما راح يسقط الضوء من هون على الترانزستور راح يصير اوف كسويتش وهذا التاي داون ريزيستر راح يخلي الاوتبوت هون زيرو اذا لو طلعت هون على الاوتبوت راح تكون السيجنال اللي طالعه من الاوتبوت حسب وضعيه الديسك او اذا الديسك هذا سلوتد في فتحات راح يصير الضوء يمر عندي او ينقطع فراح يطلع عندي والفريكونسي هاي تبعت السيجنال الفريكونسي تتناسب مع السرعه تبعت الديسك لكن المشكله انه هذا هون سلولي رايزنج هذا والسقوط كمان نازل لو دخلت هذا على كونفنشنال لوجيك جيت او بيك بانك كنترول لو اخذت هاي السيجنال في اوت اوف تي ودخلتها هون مثلا على بفر لوجيك عادي الاوتبوت اللي راح اشوفه ما راح يكون شارب راح يكون شكله زي هيك راح يصير في عندي كاونتنج اعلى بسبب انه هذا اللوجيك هون بالفتره هذه undefined واللوجيك هون undefined levels بالفتره هاي فاللي راح يطلع معي عدد البلسز راح تطلع راح تكون اعلى من عدد البلسز الصحيحه فالفريكونسي راح تكون خطا صار عندي هون خطا في الكلام بدي احول هاي السيجنال لفاست رايزنج سيجنال حتى احولها لفاست رايزنج سيجنال لازم استعمل شميت تريجر سيركت وفي شميت تريجر سيركت بنستخدم ظاهره اسمها الهيستريسيس حتى اعمل هيستريسيس بنستعمل التالي بناخذ الاوب امب نفس الاوب امب اللي كنا نستعمله نستعمل هون بلس في سي سي وماينس في سي سي بستعمل هون سبلاي سيمتريكال راح اشبك الانبوت اللي جاي من هون في output of T أو V input اللي جاي من هناك وهون راح نستعمل positive feedback كل الفيدباك السابق كنا نستعمله negative feedback راح استعمل الآن positive feedback positive feedback راح يخلي الاوتبوت لما يكون إشي positive feedback راح يعطيني unstable system فالسيستم يا بروح full plus أو بصير full minus خليني افترض اني استعملت هذول R مساوية ل R R1 R1 واخذت الاوتبوت من هون كيف بعرف انه هذا بوزيتيف فيدباك مش نيجاتيف فيدباك؟ شابك هذا الراجع من هون فهذا الاوتبوت من هون عم بياثر على النون انفرتنج انبوت مش في حين كل الدوائر الثانيه اللي شفناها لحد الان كنا وين نشبك الاوتبوت؟ عن طريق ريزيستر على الانفرتنج فهذا هون عندي انا مستخدم بوزيتيف فيدباك هلا بنشوف ليش بدنا نستخدم بوزيتيف فيدباك ونرسم العلاقة ما بين الانبوت والاوتبوت. فراح احط هون في انبوت اوف تي وهون راح اعمل في اوتبوت اوف تي في انبوت في اوتبوت اوف تي. هلا خليني افترض انه الاوتبوت في اللحظة هاي لو. يعني كبداية انيشالي راح افترض انه لو، لو يعني ماينس في سي سي مثلا. خلينا ناخذ قيم حقيقية مثلا خلينا نفترض انه هذه ناقص 12 فولت. خلينا افترض انه هاي بلس 12 فولت وخلينا افترض انه الاوتبوت لو يعني الاوتبوت هلا ماينس 12 فولت في اللحظه هاي لما بدينا اذا هذه ناقص 12 وهذه زيرو قديش النقطه هاي راح تكون اذا هاي المقاومه مساويه لهي المقاومه راح يصير عندي فولتج ديفيجن راح يصير نص الفرق بينهم مزبوط اذا هاي زيرو وهاي ناقص 12 هاي بتكون ناقص 6 هلا هذا عماله بيشتغل ككومباراتور
very high gain comparator. مظبوط، متذكرين هذا لما حطيناه في الاوبن لوب، بنحطه اوبن لوب جين. ايش دي الاوبن لوب جين؟ الديفرنشال جين اي دي. ايش لازم يكون اي دي واي سي؟ متذكرين اي دي واي سي؟ ايش اي دي؟ الديفرنشال مود جين، واي سي الكومن مود جين. اي دي هو الديفرنشال مود جين، قديش كانت قيمته؟ عالي جدا. فلو حطيت انا فرق في الفولتج ما بين هذول الاثنين، ايش راح يعمل فيه في الداخل؟ راح يضخمه بشكل كبير لحد ما الاوتبوت يصير ساتوريتد. الاوتبوت هل الاوتبوت ممكن يطلع اكثر من بلس 12 او اقل من ماينس 12؟ اذا عندي هلا هون، نفترض انه عندي في البدايه بدينا الاوتبوت كان ماينس 12 فولت وهذا كان بوزيتيف، يعني مثلا نفترض انه كان بلس 10 فولت. فالاوتبوت بلس 10 فولت. هلا بنلاحظ هون عندي هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. نيجاتيف ماينس بوزيتيف ايش راح يعطيني؟ نيجاتيف ماينس بوزيتيف راح يعطيني نيجاتيف، واذا الاوتبوت هون راح يطلع الاوتبوت نيجاتيف. مظبوط. طيب اذا عندي انا هلا هون الاوتبوت، الاوتبوت عندي هون ناقص 12 فولت، يعني لازم يكون في منطقه هون، والانبوت عندي قديش؟ 10 فولت، يعني انا هلا في النقطه هاي. ماشي مظبوط. راح ابدا انزل الانبوت، راح اضل انزل الانبوت. اذا نزلت الانبوت ايش راح يضل الاوتبوت؟ راح يضل ناقص 12 فولت. مظبوط، لحد ما اوصل عند نقطة. ايش النقطة اللي عندها ممكن يصير فيه تغير؟ قديش هذا هون؟ ناقص 6. مظبوط، لما بوصل هون هلا هاي 10، خليني احط هون تقريبا 10 هون هيك، يعني تقريبا هذه هون ناقص 6 فولت. هلا اطلعوا شو بصير عند النقطة هاي. لما هذا يوصل ناقص 6 فولت، أو قبل ما يصير لسه كان ماينس 5.5. إذا هذا ماينس 5.5 وهذا ماينس 6، ماينس 6 ماينس ماينس 5.5 راح يصير يعني بلس 5.5، راح يضل الانبوت نيجاتيف، واذا ضل الانبوت نيجاتيف راح يضل الاوتبوت، لانه الجين هون عالي جدا. مظبوط، هلا في اللحظه اللي الاثنين تقريبا بيبدوا بتساوي، لما يتساوي هذا يصير الانبوت ماينس 6 واللي جاي هون ماينس 6، عند اللحظه هذيك قديش صار الاثنين متساويين؟ فالفرق صار صفر، فراح يبدا هذا الاوتبوت ينزل لزيرو، يقترب من زيرو. هلا لاحظ في اللحظة اللي هذا الاوتبوت بده يقترب من زيرو، ايش بصير الانبوت هون؟ زيرو. اذا صار هذا زيرو مظبوط، بصير عندي زيرو. فلما يصير عندي هلا هذا زيرو ماينس ماينس، راح يصير هذا بوزيتيف. اللحظة اللي بصير فيها بوزيتيف ايش بصير هون بالاوتبوت؟ هاي العملية شو بتصير؟ بسرعة هائلة جدا. لا طلع شو هاي، لما هذا كان 5.5 ما صار شيء، 5.7 ما صار شيء، 5.9 ما صار شيء. لما وصل ماينس 6 بالضبط، الاثنين هذول تساووا، صار الانبوت زيرو. لما صار الانبوت زيرو ايش صار في هذا الاوتبوت؟ ايش بده يعمل الاوتبوت هذا؟ بس نزوله مش ساعدني من هون؟ مش سرع العمليه؟ ولما هو سرع العمليه شو رد عمل مره ثانيه هون بالاوتبوت؟ باللحظه اللي صار هذا اكبر شوي صغير، هذا هون صار اصغر شوي صغير، مور نيجاتيف من ماينس 6، راح يصير لسه هذا كمان بوزيتيف اكثر. فجاه هذا راح يقلب من ماينس 12 الى بلس 12. لما يصير بلس 12 قديش بصير هون؟ 6. بلس 6. ولما يصير بلس 6 هذا نيجاتيف، فصارت هذه بوزيتيف، راح يصير الاوتبوت فجاه يتحرك لقديش؟ بلس 12. فعند النقطه هاي هذا راح يصير بلس 12 وهذا ماينس 12. طيب اذا ضليت هلا اعمل هذا مور نيجاتيف، هل راح يتغير شيء؟ لا. لو صار مور نيجاتيف وهذا لسه بوزيتيف، بوزيتيف ماينس ماينس نيجاتيف راح يضل بوزيتيف، راح يضل الاوتبوت ايش؟ بلس 12 لحد ما اوصل مثلا قيمه معينه، اوكي؟ طيب نفترض عند النقطه هاي هلا بديت ازيد، كنت ماينس 12 صرت ماينس 6 صرت ماينس 5، هل راح يتغير شيء؟ لاحظوا هذا ماينس 5، الاوتبوت لسه ايش؟ تغير طبعا، معنا هون صار بلس مش هيك، وهذا صار بلس. الانبوت لهون جاي بلس 6، ليش هذا بلس 6؟ لانه هذا بلس 12، لما هذا صار بلس 12 بلس 6 هذا قديش بده يرجع يزيد لاي قيمه حتى يبدا يغير الاوتبوت، حتى يغير الوضع؟ 6 مش ناقص 6. اذا شو بده يضطر يعمل هلا هون؟ بضل يزيد لحد ما يوصل عند الستة. هلا ايش راح يصير؟ راح يصير بلس 6 وبلس 6 الاثنين متساويين، ايش راح يصير بالاوتبوت الماينس 12؟ راح يبدا ينزل لزيرو، لما ينزل لزيرو راح تسارع العمليه هاي. مظبوط، راح يقلب كله مره ثانيه. لازم احط سهم هون ولازم احط سهم هون. هلا هذا طبعا باي دايركشن. ايش تعريف الهستريسيس؟
الانبوت بس يعني لما تزيد غير الاوتبوت يعني. تمام اذا نعم تفضل. احسنت ممتاز. العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت بتختلف اذا كان الانبوت ديكريسينج او اذا الانبوت انكريسينج. اوكي لاحظوا هون عندي لما قلب الوضع الاوتبوت هون صار اصعب. يعني اذا بدك تفكر فيها باللغه العاميه انا هون لما كان الاوتبوت نيجاتيف لما كان هذا الاوتبوت ماينس 12 فولت وماينس 6 فولت كان بامكاني اضل انزل هون انزل لماينس 5.5 قبل ما يصير يتغير شيء. مزبوط اللحظه اللي تغير الاوتبوت انخلبت الامور تغيرت الامور صار ما بكفي اني ارد ارجع هلا لماينس 6 لوين بدي ارد اروح مره ثانيه تروح لبلس 6 حتى يتغير الاوتبوت. شايفين هذا السهم وهذا السهم اذا هذا هون رح يصير في عندي التغير هيك. هلا متى ما صار هذا التغير ما برد ارجع على النقطه هاي بدي اضطر امشي للنقطه هذه من هون. وين موجوده ظاهره الهستريسيس بشكل طبيعي؟ في سبرينج في هستريسيس بالسبرينج كمان وين؟ في الماجنتيك سيركتس في الماجنتيك سيركتس في عندنا. طيب هذا نرجع هون شو استفدنا هون؟ طلع هلا على الدائرة هاي اللي موجودة هون ناخذها نفسها أو ناخذ شيء شبيه. لو هاي الدائرة الأصلية أو السيجنال الأصلية عم تتغير من هون وخلينا أفترض إنه هاي 0 فولت وهذه بلس 5 فولت وأنا حطيت الليمتس هون على 3.75 و 1.25 حطيت هذول الليمتس الاثنين شوفوا شو راح يصير. هون راح أرسم تحته خط ثاني راح أرسم الأوتبوت. إذا هذا الأوتبوت اللي جاي من السيركت في انبوت من السيركت يعني اللي جاي هون وهلا راح اعمل له بروسيسنج بشمت تريجر على الليمتس هدول التو ليفلز هدول اللي موجودين. هلا بنشوف كيف نحدد هدول التو ليفلز. هلا ناخذ لون ثاني بس حتى نميز. انا عامله بحيث انه هلا لما الانبوت لما السيجنال هاي وهي طالعه بتتغير على 3.75 وهي نازله بتتغير على 1.25. اذا لما يكون هذا السيجنال طالع من هون راح تلاحظوا هي نقطة التغير هون وعندي هون وهون انفرس. خليني افترض انه عندي انفرس فلما يوصل هذا 3.75 راح يثبت هون عند النقطة هاي وين راح يرد يتغير مرة ثانية وهو نازل السيجنال هون صار شارب. لانها شوف اذا تغير الاوتبوت للو على 3.75 ايمتى بدها ترد السيجنال مره ثانيه تسبب تغير؟ بدها ترد تنزل لوين؟ بس ما هي اوريدي على 3.75 هل معقول انها ترد ترجع ل 1.25؟ اذا ما بتصير معي الظاهره هاي اللي موجوده هون. ونفس الشيء واحنا نازلين اذا صار التغير على 1.25 ايمتى بده يرد يصير في تغير ثاني؟ لازم لوين ارجع؟ ل 3.75 هل معقول انه هاي السيجنال حتى لو فيها نويز او فيها تغير هل ترجع ل 3.75؟ لا فبصير التغير بالاوتبوت هون. هل عملت شاربنينج للسيجنال؟ اذا عاده السيجنال اللي بتكون سلولي رايزنج وسلولي دروبينج لازم امررها على شميت تريجر سيركت بحيث انه يعمل شاربنينج للسيجنال وتتغير سلولي رايزنج وسلولي دروبينج تتغير لشارب سيجنالز. هلا اذا بدي اللوجيك اعكسه بقدر اعكسه مش هيك؟ عايش بدخلها هاي على انفرتر بس ندخلها على انفرتر بترد تعكس اللوجيك ما فيش مشكله. بس طبيعه الشميت تريجر هون فيها انفرجن. لاحظين كيف شكل هذا الكيرف؟ ما كان شكل الكيرف هيك هون وهيك هون.